هل في عقوق الآباء للأبناء؟ إحنا نسمع أبناء للآباء يعني عقوق الوالدين إنه ما يكون بار فيهم إنه، بس هل في العكس؟ طبعاً في العكس، في نحسن تربيتنا لعيالنا، نحسن حتى تسميتهم اسمهم. محمد صلى الله عليه وسلم يا رب يا رسول الله يا حبيبي قال أحسن اختيار أسماء أبنائكم، فما بالك أنت في التربية، ما بالك في حسن المعاملة، ما بالك في الأمور الثانية. الإنسان ينولد خام، ما في شيء. أول 5 سنين الذكاء العاطفي يتكون، أول 8 سنين اللاوعي يتكون، تمام؟ فشو ما شو بتحط، شو ما أي شيء بتحطه بيثبت. حطيت عنف بيطلع عنف، حطيت حب بس زرعت حب بيطلع الحصاد، بيكون حب. الحين المشكلة وين في الآباء؟ أنه هو نفسه جاي من بيئة فيها عنف، وهو بنفسه ما عند قبل ما كان فيها الثقافة اللي هي ثقافة الصحة النفسية والاهتمام بالذكاء العاطفي، وإني كيف أهتم بنفسي وأعدل أموري لأن هالشيء بيأثر على عيالي. الحين بدأ الوعي، الحين العمل في الجيل اللي جاي، في جيل يعني انظر، في جيل ياس الحين يتطور مع الوعي ومع الثقافة ومع من كثر ما نتكلم والناس غيري مو بعضهم وايدين يتكلمون في العلم في الأسري العلم في الأسري، وفي نفس الوقت في انفتاح كبير، فممكن يتحول من العنف الأسري إلى هو بروحه مش عنف، يعني هو بروحه يعني أفكاره تتغير. فوسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فهذا اللي أقدر أقوله عن العنف الأسري لأنه موجود من الأزل، لكن لعل وعسى إن شاء الله بإذن الله دائما الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الساعة. إن شاء الله الجيل هذا اللي جاي، الوعي، وسائل التواصل، قراءة، التلفزيونات كلها، اليوتيوب كلها، اللي يبقى يطور من صحته النفسية ومن أموره وذكرياته محتاج إلى علم الذكاء العاطفي، بحيث أنه ينظر إلى الداخل. صح يمكن يكره نفسه في البداية لأنه بيشوف أشياء مخيفة، لكن بعدين بيتشافى منها وبيتصالح معها وبيطلع أفضل نسخة إن شاء الله من نفسه.